في الريحية؟ أولا نعود نقول قليلا إلى الوراء، خلال سنوات الستينات والسبعينات وربما الثمانينات كذلك، المرأة الجزائرية اعتمدت نمط ديكوري تقليدي. واش كنا نلقاو فيه؟ كنا نلقاو في قاعة الجلوس لو سالون، كنا نلقاو اون بيبليوتيك كان فيها ان تيليفزيون، وكانوا عندها دي بيبليو ديكوراتيف، وخاصة الأواني المنزلية اللي مخصصة للضيوف اللي ما كانوش يقدروا يمسوها أصحاب البيوت. من بعد ذلك دخلت الجزائر في مرحلة العولمة، وكان فيه تأثير خارجي على نمط تفكير المرأة الجزائرية فيما يخص الديكور الداخلي. دخلوا المسلسلات التركية، ومن بعد جاء المسلسلات المكسيكية أيضا، بالك تأثرت بهم المرأة الجزائرية قبل التركية إلى حد صغير، يعني ما كانش عندهم تأثير كبير فعلا، وإنما المسلسلات التركية اللي كان عندها تأثير كبير بحكم تركيا بلد مسلم وكمجتمع إسلامي، فانجذبت لهذاك النوع من الديكور، وخلال مرحلة معينة أصبحنا نسمعوا كلمة ولا غير فلانة جارتي ولا فلانة لوستي ولا أختي خدمت دارها شغلنا في الترك. صحيح، وصلنا لهذه المرحلة وعشناها ومازلنا نسمعوا فيها لمدة نوعا ما طويلة من الزمن، حوالي 10 سنوات لو كان نقدر نقيموا هذيك المدة. إذا تغير ربما الديكور الداخلي للمنازل الجزائرية، انتقلنا ربما من هذيك البيبيوتيك والأريكة يعني التقليدية، ومع كيفاش ولا الديكور المنزلي؟ ولا ديكور مستوحى من المسلسلات التركية. بعد